شلون استقبلته خبر حل البرلمان؟ يعني أنا؟ أنت؟ أو يابا أنا عيت ذاك اليوم. ليش؟ لأنه أنا من أول يوم في المجلس أتلفت يمين ويسار وأحس بأني في المكان الغلط. هم ليش؟ لأن لقيت الجو يحتاج إلى آليات مو عندي، يعني يحتاج إلى موهبة مو موجودة عندي. التواصل السياسي والاتصال بالوزراء والحكومة والاتصال بباقي النواب وإقناع اللي على يمينك وإقناع اللي يسارك. أنا مو رجل علاقات عامة، أنا مو رجل علاقات عامة، أنا رجل أكاديمي، وما كنت يعني أطمح لشيء من هذا يعني. فأدركت من أول يوم، يعني أول يوم يعني لاحظت أنه كله حب خشوم وحب روس وحب كذا، عرفت شلون؟ وأنا ما أتقن اللعبة هذه ولا أفهمها، بل يعني طلع كبدي منها يعني. بس شفت أن المسائل تحتاج إلى يسمونها الكويتين لباقة، لباقة. أنا ما عندي لباقة، عرفت شلون؟ أنا ما عندي لباقة، السياسة يبي لها لباقة، عرفت شلون؟ أنا ما عندي لباقة. اكتشفت أنه هذا المكان غلط. عبد الله شايبك هني أنت. فلما لما يوم الخميس، يوم خميس كان كنا يعني 3/7 الحل، أنا بصراحة انشرح صدري، يعني انشرح صدري، لأن يعني انحلت المشكلة. طيب هذا يمكن فيما يخص الجانب الشخصي للدكتور عبد الله، ان في سينا تلقى الخبر وهو مرتاح نفسيا. لكن كلمني عن المشهد، شلون كان وقته؟ لان احنا قاعد نتكلم عن تعليق للدستور وحل غير دستوري للبرلمان. تمنيت شلون كانت الاجواء؟ تمنيت انه يكون حل دستوري، بس وقد كان حلا غير دستوري. طبعا الجو كان شماتة. قلت لك الرأي العام الكويتي، ماكو رأي عام، مزاج الكويتي شماتة فينا.